السلام عليكم، اهلا اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيه صحيحه، كلشي مزيان. كنتمنى هاد لا فيديو ان شاء الله باذن الله يلقاكم في احسن الاحوال والظروف ان شاء الله، وتكونوا في احوال جيده وطيبه ان شاء الله باذن الله. وعم داو لا فيديو ديالنا في الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. وهاد النهار ان شاء الله باذن الله نقدم لكم هاد الفقاس، فخليكم على المقادير وفرجه ممتعه. عندنا هنا المقادير، عندي 4 ديال الخمارات ديال الاكياس ديال الخميره حمر، عندي قبيصه ديال الملحه حيت انا عندي 2 كيلو ديال الطحين، عندي 2 كيلو ديال الفقاس، عندي 2 سلايف ديال الزيت روميه بطبيعه الحال، 2 سلايف ديال السنيده، عندي 12 البيضه، الجنجلان وكاوكاو محمرين بطبيعه الحال، عندي 4 كبيره ديال 4 ديال الجنجلان و 4 ديال الكاوكاو، محمرتهم بطبيعه الحال شويه في الفران، وكاوكاو هرمشتو يعني دكيتو شي شويه، هي نص يعني طيبته نص طياب ودقيته شي شويه في هرمشتو انا في المونينيكس، خلاصي هكاك مهشوره وصافي. وقبيصه ديال الملحه في القصعه، ودابا ان شاء الله باذن الله غنبداو بالبيض وسميتو، غنبداو نهرسو قلت لكم 12 البيضه، الجنجلان حتى هي راه في سليفه عندي، والطحين عندي 2 كيلو، 2 كيلو حتى هو غربلته ديال الفرن رطب، غربلته مزيان في هاد البانيو وحطيته هنا حدايا، من بعد نهرس البيض ان شاء الله ندوزو نكملو المقادير. هاديك الجنجلان، عندي جنجلان ونافع، ما قلت لكمش النافع عفوا، انا راني خلطته، عندي الجنجلان حمرته نص حميره وخلطت معاه النافع، نقيتهم بطبيعه الحال. ودابا ان شاء الله نبداو نهرسو داك البيض بشويه بشويه، ما درتو لا في جبانه لا والو، حيت دابا تبارك الله الحال راه بارد، يعني البيض زويون ما كيكون لا خاسر لا والو. هذاك في الصيف اللي كيكون البيض خصو يتهرس في الجبانه على حساب كيكون ربما يصدق خاسر ولا شيء على حساب الصهد. ودابا هرست داك 12 البيضه اللي درتها هنا في القزعه، راهم 12 حبه، حيت قلت لكم درت القوام ديال 2 كيلو، بغيتو ديرو هي كيلو ديال الفقاس يمكن لكم ديرو زلافه ولا تعبروا بالكيسان ديال العنبه، انا الصراحه حيت عندي معبورين كنعبر بزلافه نيشان، مي كنبغي ندير كيلو ديال الفقاس كندير له زلافه ديال الزيت، زلافه ما تكونش كبيره يعني زلايف عاديين. بغيتو تعبروا بالكاس كديروا الكاس ديال العنبه، الكاس ديال العنبه هو جوج كيسان ديال العنبه، كيجي زلافه نيشان، كيهزو زلافه كيعمروا زلافه، وجوج زلايف ديال سنيده عمرتهم، حيت عندي انا قلت لكم 2 كيلو صراحه درتو انا وليداتي عزيز عليهم الفقاس، ولهاد البرد كنبغيو نحطو هكا في كاس كروت في العشيه مع اتاي، كيجي غزال ونافع فيه وكاوكاو، داكشي صحي زويون احسن من الحلويات ديال الزنقه، المهم كيدير شي حاجه على يدو طبيعيه وزويونه كيبغيوه الصراحه. كتعمرو في الطيل بالغطايه وكتخليوه تبقاو كل عشيه الصباح ان شاء الله تحطو منو اللقوطي وتحطو منو الفطور، كيجي الصراحه ولا اروع، كيجي بنين. مي كديرو الكاوكاو محمر وجنجلان والنافع شويه كتحمروهم في الفران، كيجي غزال وكيجي ولا اروع. كاين اللي كيبغي يدير فيه اللوز صراحه اختيار، حتى اللوز كيجي فيه زوين، انا درت فيه الكاوكاو الاحمر حمرته شويه في الفران ودوزته قلت لكم في الماكينه ديال يعني مونينيكس شويه هرمشته وصافي باش ما يجينيش يعني هكا كليط، كيجي مذاق ديالو رائع. ودابا نخوي كنت كلشي كندير في مره وكنخلط في دقه واحده. ودابا كندير داك الخمارات الاكياس 4، يعني 2 في الكيلو، 2 خمارات في الكيلو، انا عندي هنا قلت لكم 2 كيلو، وكنخلط الكل مع بعضياته، كنخلط هاد المقادير كامله. اللي كيعجبو المذاق ديال الفاني يمكن لكم الفاني عفوا يمكن لكم ديروا معاها الخماره ديال الفاني اولا جوج، انا ما درتلوش يعني بلاش، هادوك اختيارين. اللي كيعجبو المذاق صراحه ديال الفاني دير له الفاني، كاين اللي كيدير له حتى الليمون محكوك، كل واحد وني على حسب ذوقو. انا درت له هز الزنجلان وكاوكاو والنافع وداكشي بزايد، كيعجبني فيه المذاق ديال النافع، والنفع راكم عارفين صحي وزويون بزاف، واخا تكثروا منه في الفقاس كيجي غزال، هو ما يكونش داك النافع الغليظ، يكون النافع رقيوق داك الموين باش ما يجيشكمش غليظ في الفقاس. الفقاس مي كيكون غليظ كيهرمشو شي شويه اولا كيطحنو شي شويه في المونينيكس عاد باش كيديروه الفقاس، لا كان غليظ. وهو هذا الخليط ديالنا ديال الفقاس ديالي، تخلط مزيان، خلطت مع داك الخميره مع داك قبيصه ديال الملحه، سنيده كنبداو نحكو عفوا في القصعه بيدينا مزيان باش كدوب لنا داك سنيده الكل حتى كدوب مزيان، عاد باش كنبداو نضيفو الطحين شويه بشويه. انا عندي الطحين راه معبور، كيدخل لي داك الطحين كامل كندخلو في الفقاس، ما كنخلي منه حتى شويه،
يعني جاي هو هذاك القوام ديال 2 كيلو جايه نيشان. قلت لكم لو بغيتو ديرو كيلو كديرو زلافه زلافه من الحاجه، زلافه الزيت زلافه ديال السنيده وسته البيضات كيدخل فيه الكيلو. وكنبدا نخلط ونضيف الطحين، نخلط بشويه ونضيف الطحين حتى الكساس راه عندي ماشي كبيره بزاف. المهم جات هي هذيك، كيجي الصراحة غزال وكيجي رائع، كنتمناكم تجربوه والله العظيم لا جاب بنين ولا اروع. وهكا كنستمر كنبقى نضيف الطحين تدريجيا ونجمع حتى كنتحصل على عجينة ما كنديروش ثقيل يعني قاصح باش ما يجينيش مدقص من الداخل، يجي فيه الطحين ويجي مدكن، وما كنديروش خفيف بزاف اللي هبط. عاوتاني كنديرو هو هذاك العجينة ديالو كتجي زويونة ماشي ثقيله وماشي خفيفه. والسر ديال الفقص هو طيبوه على عافيه مهيله بزاف في الفران، كتنقصوا له البوطه بزاف باش ما كيتفرقعش وكيطيب من الداخل وكيجي زويون. كنقصوا له الفران بزايد، نتوما كتشوفوا انا بديت يعني نجمع العجينه دابا شويه بشويه، نتوما كتجي العجينه ديالو غزاله. روعة الصراحة عجينتو فنة. كنبدا نحيد داك الزوائد العجينة اللي كيكونوا لاصقين في الكسا، وفي التالي كندير واحد شويه ديال الزيت رومية وباش كنجمع به العجينة في اخر لحظة، يعني ما كندلكوها ما والو، كنبدا نجمعها هكا بالرص الاصابع ديالي باش ما ندلكوهاش وتجينا تبقى العجينة تشبد. هانتوما كي كيجي زويون، شوف العجينه ديالو ماشي ثقيله وماشي خفيفه هكا العجينه ديال الفقص هنا، وكيجي الفقص مقرمل كيجي غزال. طحن الطحين دخلته كامل يعني جا هو هذاك العبر هو هذاك. ودابا ان شاء الله كنجيب هكا الطباصل وكنبدا ندهن ديك البليصه ديال الطبله بالزيت ونديرو حرابل هكا يا كبارين على قد الطبصل ديالي، وكندخلو الفران. قلت لكم الفران راه عندي شعلته كيسخن وسميتو كديروه لعافيه مهيله باش ما كيتفرقعش، يعني السر ديال الفقص طيبوا لعافيه مهيله. ويمكن لكم تخليو له الفران الباب ديال الفران محلوله باش ما كيتفرقعش تماما، وكيطيب على خاطرو وكيجي غزال، وملي كتكونوا كتقرضوه ما كيتفرتت لكم ما حتى حاجه. هما الحرابل يعني كل واحد كاين اللي كيبغي يدير الفقص كبير، كاين اللي كيبغي يديروه صغيور، كل واحد وعلى استطاعته. انا كندير يعني على قد الطبصيل ديال الفران ديالي، كنحبلو على قد على قياس الطبصيل وكنخليه. ماشي الفقاس كنديرو كبير بزاف ماشي مهم، كيعجبني هكاك معوض ما بين وبين، وكيجي غزال. كندير شويه القهوه سريعه الذوب او لا القهوه عاديه اللي ما عندكم سريعه الذوب، ديروا هي القهوه عاديه طبخوها مع كويس ديال الماء، مع نص كويس الماء هي شويه، وديروا واحد جوج معالق ديال القهوه خليهم يطبخوا واحد شويه، وخويوهم على البيض وحركوا البيض ديالكم مع داك القهوه، كيجي اللون ديالو قرونه وكيجي عاطي اللون غزال، كيجي اللون ديالو زويون. انتم انا خلطت يعني داك القهوه سريعه الذوب مع البيض، كتحيد له داك الريحه ديال الصفر ديال البيض. انا ما عنديش مع البيض صراحه الريحه ديال البيض، يعني كندير اي حاجه باش تحيد داك الريحه اللي كتكون في البيض، يعني الصراحه الخل والقهوه كيحيدوا داك الريحه اللي كتكون في ديال البيض، كيحيدوا ما كيخليوش داك الريحه تسفر. وهي اسماء كدها لي الطويصلات، انا عمرتهم انتم كيما جاوا، هي كدهنهم اسماء بالشيته ودهنهم بالبيض، وكنشرطوهم هكا شويه بالفرشيطه وكندخلوهم للفران يطيبوا. قلت لكم على عافيه مهيله وتبارك الله ما شاء الله خرج لي كميه غزاله، حطيت تبارك الله بزايد، عمرت السطل وخليتهم كياكلوه صراحة دوز لهم. هي كدهنوا أسماء بالبيض، كندهنو مزيان هاني جيدا،
كنشدو فرشيطة وكنبداو نسوقوه من الفوق هكا بالفرشيطة. ما كدهنو مزيان، ما تخلي حتى شي جنيب لا دهين. كنشد فرشيطة بحال هكا وكنبدا يعني كي اللي كيدورها بحال هكا باش كيجي بحال اللي مزوق. بغيتي ديري عسامبل هكاك عادي ديري سامبل بحال بحال معليش، يعني باش كتعطي ديك خطيطات بويضين والاخرين كيبقاو في المارو. بغيتو تثقبوه مجنيبات بالفرشيطة، انا قلت لكم لا كان على عافيه مهيله بلا ما تثقبوه ما والو، يديروا على عافيه مهيله باش ما يتفرقع ما حتى حاجه. وشكرا لكم صراحه على الكومنتات الزوينه اللي كتخليونا، الله يجازيكم بخير. شكرا شكرا بزاف بزاف، الله يجازيكم بخير والله يتبعكم الخير والربح والله يكرمكم ويجيبها في ميزان حسناتكم ان شاء الله باذن الله. انتم كي كيجي وكندخل الطبيصل، قلت لكم راني شاعله الفران على عافيه مهيله، كندخل الطبيصل من الفوق كنخليه حتى كيطيب وكنشوف التنفخله خاطر خاطرو، وعاد باش كنهبطو يكمل الطياب من التحت وكيجي غزال اللوين ديالو ولا اروع. شوفوا كي كيجي كنخليه حتى كيذهب وياخذ هذا اللوين هذا، عاد باش كنجبدو من الفران شوفوا ما تفرقع عليه ما حتى حاجه، واخا دايره له الخمارات يعني تبارك الله كيطيب. الا كانت العافيه مهيله ديال البوطه، السر ديال الفقاس هي العافيه تكون مهيله ما كيتفرقعش معكم تماما، وكيجي صراحه غزال. تقسمت لي هذه الوحده من النص حيت حطيت على الخشبه مايله بالحق معليش ماشي مشكل، كيجي زويون بزاف بزاف. كنتمنىكم تجربوه وتتبعوا الطريقه هكايا من المراحل جيدا وينجح معكم ان شاء الله باذن الله. كيجي مقرمل كيجي فتيتي يعني فتي ومرمل يجي زويون. انتم تبارك الله يعني القياس الكبر والغلظ والرق كيبقى لكم نتوما، كل واحد كيبغي يقطعو، اللي كيقطعو رقيق بزاف كاين اللي كيقطعو غليظ، كل واحد كيبغيه. انا كنقطعو هو هذاك ما رقيق ما غليظ. انتم كي كيجي كيجي غزال وكنستمر هكايا بالتقطاع حتى كنسالي الكميه ديالي كامله. هانتوما بعد ما ساليتو شوف كيجا جا غزال، داك الكاوكاو اللي كيكون فيه من الداخل جاي محمر يعني ما خليناش خضر باش ما يجيناش ملوك، كيجي مقرمل. ودابا باش كندخلوه عاوتاني في الطباسله كنمسحو داك الطبيصلات اللي طيبنا فيهم ونوليو نديرو هكا كنستفوه باش نطيبوه ان شاء الله من هنا ومن هنا يعني من هاد الجهه، وكنوليو نقلبوه على الجهه الاخرى. انا استفتو في الطبيصل هانتوما كنستفو على هاد الشكل هذا وكندخلو نطيبو في الفران. هو من بعد مقطعته وستفتو هنايا وكنبدا يعني نطيب طبيصل بطبيصل ونحط في الطبسيل ونستف شويه بشويه. شوف صراحه كي جا مذهب وجا غزال روعه. وهو هذا الفقاس ديالنا صراحه الشكل النهائي ديالو هو هذا تبارك الله، كيجي ما شاء الله. هو منطاب وستفتو هنايا في هذه القصيعه، انا مازال ما درتوش هي كنت كنحيد من الطباسل مستف هنا في القصعه مازال ما عاد كنخليه يبرد شويه، عاد كنديرو سطل بالغطايه وكنخليه. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذه، وشكرا لكم بزاف بزاف وشكرا على الكومنتات الزوينه وعلى الدعم ديالكم والله يجازيكم بخير. وما تنساوناش من اللايك والبارطاج وديما نضغطوا على الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد ان شاء الله باذن الله. والله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين والله يتبعكم الخير والربح. وما تنساوناش من البصيمه الله يسهل عليكم، وديما نضغطوا على الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد. وشكرا لكم الى فيديو